بص حضرتك، انا الحقيقه ما بحبش الصحافه. ليه بس؟ الصحفيين بقى بيحطوني في مأزق. يعني مثلا يقعد يسالك اسئله تقليديه، اللي هو انت مش عارف تحب ايه، والمايو اللي لبسته في اخر فيلم ده كان ايه، المبرر الدرامي بتاعه، والمبرر الدرامي بتاع المايو ايه ده، دي معاك. طبعا انا عاوز اسئله اندايركت. اوكي، اندايركت تستفز الذكي. ايه اخر اعمالك؟ ده اندايركت كده. انا اخر اعمالي الفيلم اللي بعمله حاليا ده فيلم اسمه غواص في بحر الندم. وهو فكرته ببساطة انه واحد حصل له مشاكل في الماضي، وهو قرر يغوص في ذكرياته زي ما انت شايف كده بالشكل ده، علشان خاطر يكتشف ايه اللي حصل له زمان. طبعا في جمل مش تقليدية بقى في الفيلم، يعني في حاجات بتتقال. انا ضفدع بشري مصري والقوات بتاعتنا قالوا لنا ان احنا ايوه حبيبي، الونش بيشيل عربيتك تحت وبندور على السايس مش لاقيينه. يا دي النيل على السياس واسلام مغزبي السياس واسلام مستنى يا ابني. خير ان شاء الله. اقعد بقى. بص بقى، احنا في بريك دلوقتي. ماشي، ما بسيبك بقى بلا حوار ولا بتاع. انا عايز احكي لك قصه. كان في مره اسطوره، الاسطوره دي عن امير محمد ابراهيم. الاسطوره بتقول ان هو لقى ركنه في المهندسين في عز الظهر من غير ما يطلع له السايس وياخد منه 5 جنيه. حضرتك كويس يا استاذ؟ انا كويس. يجيبوا لك ليمون؟ لا انا كويس وهحكي لك. اقعد. ايه الخيال في الموضوع؟ ان هو ما بيدفعش 5 جنيه بس، هو بيدفع في 5 وهو بيدخل و5 وهو بيخرج، لان اللي بيركنه هو داخل غير اللي بيركنه هو خارج. انشغلت بقى ايه فتره بالسبب اللي خلى الانسان العادي يتحول الى سايس. ان هو كان انسان عادي زينا كده بس عنده شويه فراغ زي حضرتك. بص يمين شويه كده. يا نهار اسود، ده زي حضرتك بالظبط بس عنده شويه فراغ. عمل ايه؟ قرر يملى الفراغ ده. ملى الصف الاولاني من الفراغ موازي، املأ في فراغ تاني فأمال الصف التاني، وبقت الحياة عنده عبارة عن 4 كلمات: تعالى، ورا، حضا، كل سنة وانت طيب. وبيعيش بيهم طول حياته، بيتكلم كده في البيت. يعني أي حاجة، يعيش شاي تعالى، لو جاع يقول لك كمان عجلة، مثلا مبسوط من مراته بيقول لها كلمة لذيذة يقول لها حضا. كائن السايس ده ملوش علاقة بيك انت خالص. كائن السايس ده بيتعامل مع الحياة لأن هي عربيات طلع لها بني آدمين، هو ملوش دعوة بيك، ملوش دعوه بشخصك. حتى الفلوس اللي بياخدها 5 أو 10 دي بيتمن العربيه، ما بيتمنكش انت. بس احيانا ان هم راحت منهم. احيانا عارف الناس اللي عندهم جازموفوبيا بيبصوا على الجزم طول الوقت. انا بحس ان السايس عنده مشكله انه عينه بتبقى على الكاوتش طول الوقت، عمال تخبط في العربيه قدام العربيه ورا، هو مفيش حاجه عنده غير الكاوتش وهيمان مع الكاوتش، ما بيكلمكش. عارف انا بقول لك تعالى تعالى، هو ما بيكلمكش، بيكلم الكاوتش تعالى تعالى ارجع. ساعات في ساعات سياس بيعملوا اصوات غريبه، يتكلموا بطريقه سياس، بيتكلم بلغه الكاوتش، بيكلمه هو، ما بيكلمكش انت. انت مين؟ وطبعا عايز اقول لك في النهايه ان انا قعدت بعد تفكير كتير واستنتاجات عميقه جدا اكتشفت ان كائن السايس ده فيه منه فصيلتين. الفصيله الاولانيه ده كائن بسميه كائن التعالى، ده عاوز يركنك بجد. هو ادى لنفسه تايتل المنسق العام للسيارات الموازيه للرصيف في الاحياء العليا، فاهم؟ عمل اسم كده شيك وعايش بيه مبسوط. في الصنف الثاني ده حضرتك محصل، هو محصل، ده بيظهر وانت طالع عشان ياخد ال5 جنيه. ده عمل مشروع في حياته، قرر فيه ان انا مشروعي انزل الم 5، لما تمشي يجي لك عشان ال5 جنيه، يجي لك عشان كل سنه وانت طيب. طب ما فيش حضا، طب ما فيش ورا، ده ملوش اي لازمه. وده ينفع ده ما ينفعش؟ ما ينفعش. لكن انا هبقى ايجابي عشان اعرف اعيش، مش كل حاجه وحشه. السايس ده عنده مميزات. تعال. انا تعال 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 تعال، عجله كمان. تعال. تمام. تنكر ان السايس ده وانت طالع بعربيتك بيفتح لك المراية؟ استاذ احمد، يلا استاذ احمد نصور. طيب يا حبيبي، معايا صحافة بس. طب معايا فرصة صحافة. سعيدة قوي. ايه يا بيه؟ ان شاء الله نكمل. لا 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 لا، معلش معلش، اسمع بس اسمع. هقولك على المايو والمبرر الدرامي. طب تعالى تعالى تعالى. اوب